يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول شيخ الإسلام أيضا ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، يقول ما وجه ما ذكره ابن مفلح رحمه الله أن الحديث إذا كان ضعيفا فإنه يحمل على الاستحباب إذا كان أمرا ويحمل على الكراهة إذا كان نهيا، هل في هذا مخالفة للإجماع؟ هذا رأيه، هذا رأيه رحمه الله، لكن الصواب ما سمعتم أنه ما يبنى عليه حكم شرعي لا وجوبا ولا استحبابا ولا تحريما ولا كراهة، وإنما يستعمل في الترغيب والترهيب فقط الثابتين بأصول صحيحة، يندرج تحت الصحيح، لا يحتج به بمفرده. نعم.